أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي. أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا، من لنا مثلك يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي. ارتكبت على الخطا غير حسر وعدد، لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي. إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر كتاب يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي. الصلاة على النبي كل وقت دائما، لاح نجم في السماء سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي. الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقة، واهلنا إلا يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب، وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب، أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الهور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح، ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر. ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز الأرش طربا واستبشارا، وزاد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا، فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوه في جبهتها المؤتمنة، وأمنت به من المخاوف الكامنة، وظهرت لانتقال نوره الآيات، وتباشرت به جميع المخلوقات. ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا، بشرت في شعبان بنيل المنى، وقيل لها في رمضان قد حملت بالمطهر من الدنس والخنا، وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى، ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والثناء، وآتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام، وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الثناء، وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا، واستفت الملائكة منزلها في صفر، فعلمت أن موعد السرور قد قرب بدنا. فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا، ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة، وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة، وهان بروز شمس السعادة، تلألأ الحق نورا أضاء، ونشرت له في الكون أعلام الرضا، وإذا بطائر أبيض قد سقط في
فسقط من الهباء فمر بجناحيه على بطن آمنة مسرعا فضربها المخال ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.